المؤثرة عليا المؤيد، حياك الله معانا. الله يحييك، مشكور. الله يخليك. خبريني اليوم عن اللي شفتيه في قمة رواد التواصل الاجتماعي العرب في دورتها الثالثة. صراحة شفت شيء جدا جميل، مكان تتجمع فيه كل هذه المهارات، المهارات العربية الخليجية خاصة، مجهود رائع، والله يعطيكم العافية، الصراحة جدا جميل. الله يعافيك يا رب. إذا قلنا شبكات التواصل الاجتماعي بسلبياتها وإيجابياتها، شو اللي أرقت اليوم أنت كمؤثرة على شبكات التواصل الاجتماعي تقولين إن هذه الأشياء لازم تتغير عشان الشبكات تكون أجمل بشكل أكثر؟ قد يكون إن يمكن التواصل مع المؤثرين يكون يرتقي شوي أكثر من المشاهدين نفسهم. يعني إحنا اليوم أي مؤثر يعرف الشغل، المؤثرين الباقيين كل واحد يعرف إيش كثر الشغل اللي لازم يحطه فيه عشان يوصل للمكان اللي يصل إليه. فمثل ما إحنا نبي المحتوى يرتقي لما نقدمه، نريد أيضاً أن المشاهد يرتقي أيضاً بما يعطيه من ناحية كلام وحوارات مع المؤثرين نفسهم. نعم، إذا بنتكلم بالسلب أو بالإيجاب، شو تشوفين وين السوشيال ميديا رايحة هالأيام؟ لا، إيجابي أكيد بالإيجابي. يعني الإيجابي يطغي على السلبي، وكل شيء طبعاً لازم يكون فيه إيجابي وسلبي، ولكن بدون منازع يعني الإيجابي يطغي. حلو، دبي شو تعني لك؟ تعني لي الكثير، تعني لي مصدر تطور، وسمو الشيخ محمد بن راشد صراحة ما قصر، يعني معنا كلنا في هذه الفعالية الجميلة، يعني تشجيع المهارات، هذه اللي احنا نبي نشوفها، تشجيع المهارات، لأن فعلا في مهارات كثيرة في العالم العربي ما تلقى لها منبر تطلع منه، فحلو ان نشوف التشجيع لهذه المهارات. حلو، تسوين بلوك على الانستغرام للناس؟ اي. ليش؟ الكلام اللي ينقال بعض الأوقات غير ملائم، فما كنت أول أسوي بلوك. أول كان عندي إنه يعني لا، الكل لا حق إنه يقول اللي يبي يقوله، بس هو كأنه بيتك، يعني أنت لما بتدخل بيتك شخص كلامه مو حلو بالنسبة صحيح. لك، وفي نفس الوقت أنت إذا شاعر إن هذا الشخص لا يستفيد ولا يحب ولا يريد، ليش قاعد يتابع؟ فبلوك. شكرا. تسلمين، الله يخليك. شكرا لوجودك معنا اليوم. شكرا. ما تقصرين.